تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. السلام عليكم إخواني أخواتي أصدقائي صديقاتي، تقبل الله منا ومنكم وعيد مبارك مبروك عواشركم، والله يدخلوا علينا وعليكم بالصحة والعافية وطول العمر والرزق الموفور إن شاء الله. إخواننا في دار الغربة، أصدقائي في دار الغربة، كنحييكم بزاف بزاف وكنقول لكم رحلة معكم على طول باش نخفوا عليكم لحظات الغربة. وكذلك نسلم على المتابعين والمشتركين ديال قناة سيمو شو في القارات الخمس، ونسأل الله أن يدخل هذه المناسبة العظيمة علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالصحة والهناء ورفع الوباء إن شاء الله، وأن يطيل في عمر ملكنا المحبوب محمد السادس، وأن يقر عينه بولي العهد المحبوب الجليل مولاي الحسن. حفظكم الله متابعين الكرام، شكرا لكم، مع تحيات أخوكم سيمو شو، وكنحييكم بزاف وكنسلم عليكم وكنقول لكم عيد مبارك سعيد إخواني أخواتي، تهلاو فريوسكم، إلى اللقاء، السلام عليكم.